يعني من احلى الحاجات. ربنا يديم علينا يا رب الاعياد, وزي ما بنقول هي بتبقى مناسبات مهمه جدا نتواصل فيها مع بعض, ننسى خلاص بقى الالام والمشاكل والصراع في الحياه, وبالتالي هي هدنه مع النفس. كل سنه وحضراتكم بالف خير يا رب. طبعا يعني انا بعد الفاصل كده بشكر شكرا جزيلا يعني اصدقائنا وضيوف برنامج مصر جميله اللي كانوا منورينا النهارده, واللي اتكلمنا معاهم على فولكلور البادية, واتكلمنا على شفنا نموذج معين من نماذج الشعر البادية والعادات والتقاليد دي, جزء مهم جدا. أهالينا في هذه المناطق ما زالوا محافظين على هذه العادات والتقاليد وتورث للأجيال القادمة, وده جزء مهم من هويتنا وثقافتنا. فشكرا جزيلا لضيوفي, خلوني يعني أشكرهم مرة تانية. بشكر الفنان التشكيلي والكاتب أبو الفتوح البرعاصي والباحث في التراث الشعبي, وأيضا الشاعر البادية عبد الله أبو شعيب, وأيضا أبناء عمومته اللي كانوا مشرفينا ومنورينا النهاردة نصيب وكرامة السملوسي. شكرا جزيلا ليهم. خلوني أرحب بصديقي وزميلي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر الرشيدي, نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. أهلا بيك ماهر, كل سنة طيب حبيبي. أهلا بيك طارق بيه, وكل سنة وحضرتك طيب, الشعب المصري بخير, وربنا يجعل أيامنا كلها أعياد يا رب. يا رب. هنفتح موضوع أنا وحضرتك النهاردة, أنا بشوف أنه دي من مظاهر العيد, يعني في ظل الأحداث الساخنة اللي حوالينا, وفي ظل يعني جهود مصر في بناء وتنمية جمهورية جديدة ومشروعات قومية كبيرة جدا, وألام في الاقتصاد بنمر بيها سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي, ولكن عندنا طلبات سياحة كبيرة جدا, 33% زيادة في صناعة السياحة, ده جزء مهم جدا أسعدنا أنا بشكل شخصي. يعني ادينا الأرقام يا أستاذ ماهر. يعني اسمح لي أخدك في حتة كده قبل الأرقام والسياحة والحاجات دي, وحاجة مرتبطة برضو بالعيد والحاجات الحلوة اللي بتحصل في مصر. يعني أنا عايز أوجه التحية, أنا محمل بالتحية دي من ناس طيبين من شعب مصر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه رسخ قاعدة مهمة جدا, وهو الاحتفال بأبناء الشهداء في كل عيد. صحيح. وأن الناس دي تستحق أن هي اللي تكون في الصدارة, وأن الناس الشعب المصري وكل الدنيا لازم تعرف أن مصر ما بتنساش فضل حد عليها, وما بتنساش ولادها الشهداء. فالرئيس عبد الفتاح السيسي في كل عيد الناس بتنتظر تشوفه وهو في وسط أولاد الشهداء وأمهات وزوجات الشهداء وأهليهم, عشان يعرفهم ويقول لهم إن جمولكم فوق رأس كل مصري, لأن لولا تضحيات هؤلاء الأبطال ما كنا احنا احتفلنا مشهد بالأعياد جدا. قدامنا هو سيادة الرئيس مع أبناء الشهداء, واحتفالية كده خاصة جميلة, ودي اعتدنا عليها خلاص كل سنة. يعني الاحتفال بأبناء الشهداء وذويهم ده جزء مهم جدا بيرسخه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفظ وصون كرامة الحياة من قدموا أرواحهم شهداء لهذا الوطن العظيم. شوف, هو الحقيقة هو يعني السيد الرئيس هو راجل إنسان ويعني وحنون, انه يفتكر الناس ديك على مدار, مش يعني عايز اقول لك ان الدوله ما بتفتكرهمش يوم العيد بس, لا. انت لما تسال اهالي الشهداء ان الدوله كل يوم معاهم, كل يوم تلبي طلباتهم, عشان الناس ما تقولش ده يوم في العيد بيفتكرهم, لا. هم بنفسهم بيعترفوا ان الدوله المصريه وده لا منا ولا منحة, يعني هو ده حقهم على الدولة المصرية. صحيح. صحيح. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسخ هذا الكلام وهذه القاعدة زي ما قلت حضرتك, وأنه رأس الدولة لما يكون رأس الدولة ورئيس الدولة المصرية بنفسه بيكرم أهالي الشهداء وبيشوف طلباتهم واحتياجاتهم, ده دليل على أن أنت في دولة بدأت تهتم بالإنسان المصري وتستثمر في الإنسان المصري, وأن ما بتنساش مصر, ما بتنساش أي حد قدم لها خدمة, وبرضه ما بتنساش أي حد وقف ضدها في وقت من الأوائل. شكرا للقيادة السياسية. نعم. أنا كنت محمل بهذه الأمانة. شكرا للقيادة السياسية, شكرا للحكومة المصرية, شكرا لوزارة الداخلية اللي بتقوم بجولات ميدانية مع الناس في الشارع بتهنيهم بالعيد, وده بيدل على أن هناك ترابط بين الشرطة المصرية, الشرطة المدنية المصرية والشعب المصري, وأصبحت الشرطة المصرية يعني فعلا
في خدمة الشعب. شكرا للقوات المسلحة اللي عندهم برضو بيقوموا بزيارة أهالي الشهداء من أبناء القوات المسلحة، بيقدموا لهم الهدايا في الأعياد. وزي ما قلت لك إن على مدار العام الدولة بتلبي طلباتهم وبتشوف احتياجاتهم، لأن لولا دول ما كانت الدولة المصرية موجودة والجمهورية الجديدة واللي احنا بنشوفه والأعياد. فشكرا ليهم وشكرا للقيادة السياسية. نرجع بقى للأرقام اللي حضرتك قلت عليها. السياحة المصرية ممكن نحط عنوان كده ان السياحة المصرية فعلا بتنتعش. يمكن البنك المركزي أصدر تقرير خلال 72 ساعة الماضية بيؤكد فيه ان بعد مرور فترة عصيبة جدا على الاقتصاد المصري خلال 5-6 شهور اللي فاتوا، إلا ان هناك بعض الإيجابيات من ضمنها ارتفاع إيرادات السياحة المصرية. السياحة المصرية أعلى رقم حققته في 2010 كان تقريبا 12 مليون سائح. احنا حققنا في 23 تقريبا ما يقرب من 15 مليون سائح، وده طبقا لتصريحات وزارة السياحة. مصر حصلت على 33% زيادة من إيرادات السياحة العالمية. ده بيؤكد برضو البنك المركزي أكد أن خلال الربع الأول من 2024 في زيادة 6% في عدد السائحين عن 23، وفي زيادة في إيرادات السياحة عملت تقريبا 7.8 مليار دولار، في زيادة في عدد الليالي السياحية وصلنا ل 83 مليون ليلة سياحية في الربع الأول من 24. ده بيدل على أن أنت عندك انتعاش في حركة السياحة. برضو مصر مقصد مهم في السياحة في الأعياد. خد بالك الأخوة في الدول العربية بيفضلوا مصر على في قضاء العيد فيها وقضاء أجازتهم يعني في مصر في فترة الأعياد، فمصر جاذبة في الأعياد والمناسبات. نرجع نقول إن الزيادة دي لها أسباب. إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة بدأت تهتم ببعض أنواع السياحة المختلفة. لما برضو رصدت وزارة السياحة إن وجدوا إن السياحة الأثرية والمتحفية بتأتي ضمن اهتمامات السائح اللي بيجي لك، فبدأت الدولة تعمل إيه؟ إنها تهتم بالسياحة المتحفية والأثرية. الدولة النهاردة بتصرف المليارات من الدولارات على إنشاء المتحف المصري الكبير، عشان بتقول للعالم أجمع إن أنا بحافظ على تراثي وعلى أثاري اللي هي ملك المصريين وملك للعالم كله. دي برضو تم تطوير منطقة الأهرامات والمناطق المجاورة للمتحف الكبير عن إنشاء الطرق الكبيرة وإنشاء مطار سفينكس عشان يبقى فيه طيران الشارتر، إن أنت تقدر تيجي السياح المهتمين بالسياحة الأثرية يقدر ينزل في مطار سفينكس بينه وبين المتحف الكبير 10 دقائق بالسيارة، يقدر يقضي ساعات معينة في المتحف ويرجع يركب طيارته ويمشي تاني. طبعا. تم القضاء على المناطق العشوائية تماما حوالين منطقة الأهرامات. يمكن الدولة برضو بدأت تهتم بحاجة اسمها سياحة اليخوت، ودي سياحة يعني غنية جدا سرية جدا. وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة عقدت مؤتمر خلال الأسبوعين اللي فاتوا لكبار رجال أو كبار الشركات الخاصة بسياحة اليخوت، وتم دعوتهم لمصر وجم زاروا المراين اللي في المواني المصرية وزاروا الطرق اللي من المواني للمناطق السياحية والأثرية عشان يشوفوا قد إيه جودة الطرق وقد إيه المسافة عشان يبقى عندي سياحة يخوت في شواطئ مصر سواء شواطئ البحر المتوسط أو شواطئ البحر الأحمر. عندنا السياحة العلاجية برضو بدأت تهتم بها مصر. عندنا سياحة يمكن محافظ جنوب سيناء بدأ يهتم بالسياحة العلاجية. عندنا سياحة علاجية في سيوة بدأ، لأن السياحة العلاجية دي برضو من السياحات اللي بتقدم دخل كبير جدا، وإحنا متقدمين جدا في السياحة العلاجية. كمان الدولة اشتغلت على مشروع إطلاق تطوير منطقة التجلي الأعظم. تمام. منطقة مهمة جدا، وأنا أتخيل أنه يعني الدعاية والتسويق لهذه المنطقة هو لسه ما خدش حظه. تمام. يمكن أنت خلال الشهر الماضي قام السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه بزيارة دير سانت كاترين وتفقد مسار العائلة المقدسة. عشان أنت الوقت بتطور مناطق أو طريق العائلة المقدسة، بتطور منطقة دير سانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم دي عشان لما تخلص من التطوير اللي لازم يتم طرق وأوتيلات وكل ما يلزم راح
راحة السائح، ده هيبقى ليه مردود كبير جدا. ووجود رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة المصرية يتفقد هذه المشروعات، وصلنا لإيه؟ ده بيدل على اهتمام الدولة بهذا المشروع. لكن يجب أن احنا نهتم بقى ازاي أن احنا نريح السائح. يعني مثلا أنت عشان تروج للسياحة الدينية ومشروع التجلي الأعظم ومشروع العائلة المقدسة، لازم تروج لده على مستوى العالم في وسط الكنائس كمان والكنائس الكبيرة، ولازم عندك دعاية كبيرة جدا. زي أنت مثلا أقول لك مثلا مهم جدا، الدعاية دي مهمة جدا، لما جه فريق كرواتيا هنا وكان عندنا نجم كبير نجم عالمي زي لوكا مودريتش، وراحوا زاروا الهرم وحطوا الصور دي على صفحاته، عملت لك ترويج كبير جدا. فأنا لما كل المهمين أو النجوم في كل المجالات ومصر بنفسها تستدعيهم وتعمل لهم رحلات مجانية ويحطوا الحاجات دي على صورهم ويعملوا لك هم دعاية، هيوفر عليك مليارات. عندنا نجم عالمي محمد صلاح، لازم احنا نستغله ونجيبه نعمل له رحلات في أماكن يعني سياحية مهمة جدا. يمكن زيارة مدرب فريق مانشستر سيتي جوارديولا لمصر السنة اللي فاتت كانت بناء على انه جاي يشوف بلد محمد صلاح على فكرة، وهو صرح بالكلام ده. فاحنا عندنا نجوم كبار، نجوم رياضيين كبار، نجوم فنانين نقدر نستثمرهم، وان احنا ندعو كبار نجوم العالم انهم يجوا يزوروا مصر عشان نعمل ترويج سياحي. برضو لازم وزاره السياحه تهتم بسائق التاكسي، لان انت بتقابله في المطار كويس، بتقدم له ورود، بتقعده في اوتيلات كويسه، واول ما بينزل بيصطدم بالسائق المصري ده، ممكن بقى يبوظ لك كل اللي انت عملته. فيجب ان احنا ندرب مجموعه من الشباب سواقين التاكسيات ازاي يتعامل مع السائق وما يحاولش يعني اقتراح من الاقتراحات، ليه ما نعملش منظومه نقل بالظبط بتطلع من خاصة المطار بالسياحة خاصه بالسياحه بس. والمنظومه دي يونيفورم كويس السواق، لا والمنظومه بيتكلم لغه كويسه، الانتقال من المطار مثلا للهرم معروف تسعيرته كام، ما سيبوش سلعه استغلال. والمنظومه دي ممكن تعدي كمان بقيه المنظومه زي سائق التاكس العاديين اللي بيشتغلوا في هذا المجال، هيتعلموا الحقيقه هذه السلوكيات، فكلنا الحقيقه ننجح برضو في هذا المشروع. بسرعه عايز اقول لك بسرعه ان الدوله بتسعى لزياده عدد الغرف الفندقية طبعاً. لمليون غرفة زيادة على اللي عندنا وده سهل جدا ان انت تحققه النهاردة بعد رقم عظيم، رقم عظيم المليون ده ممكن تعمله بسرعة جدا. ازاي بقى؟ انت عندك كل الوزارات انتقلت للعاصمة الإدارية الجديدة، ممكن تستغل أماكن ومقرات الوزارات اللي في وسط البلد وخاصة كلها مباني قديمة تراثية، تستغلها كأوتيلات زي مجمع التحرير اللي بيتم تطويره حاليا، فممكن توفر المليون وحدة دي في أشهر قليلة. يعني استاذ ماهر احنا يعني جرينا سريعا على ملف مهم جدا وهو ملف السياحه، وبالتالي اخبار جيده ان احنا نوصل ل 33% من الاقبال السياحي العالمي عندنا في مصر. ربنا يحفظ بلدنا دايما، ودي كانت ارقامنا ودي حلقه من حلقاتنا في مصر جميله. بشكرك استاذ ماهر، نورتني. شكرا ليك يا فندم، شكرا جزيلا، وحضرتك بخير، وكل سنه وحضراتكم بألف خير. مشاهدينا بكره ان شاء الله فريق عمل جديد، الى اللقاء.